السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نافذة اللغة العربية، المستوى الثاني رياض الأطفال، الفصل الدراسي الأول. إزايكم يا أصدقائي، عاملين إيه؟ أنا صديقتكم خوخة، ومعايا صديقي فلفل. إزايك يا فلفل، عامل إيه؟ الحمد لله. إزايك يا خوخة، أخبارك إيه؟ أنا الحمد لله. أنت مستعد النهاردة للأسئلة والإجابات؟ مذاكر؟ إن شاء الله أنا مستعد بإذن الله، عشان هديك حاجات حلوة جميلة خلص النهاردة. يلا بينا يا أصدقائي، هناخده النهاردة مع بعض حرف الجيم. بس قبل ما ناخده حرف الجيم، عندنا سؤال مراجعة، ونشوف بقى أصدقائي ونشوف في المذاكر ولا لا. السؤال بتاعي بيقول لي اكتب الكلمة، عطيني مجموعة من الصور وطالب مني اكتب الكلمة. عندي صورة سمكة، إبرة، فراشة، بطة. هناخده مع بعض النهاردة. أول كلمة سمكة. يا ترى كلمة سمكة بتتكتب ازاي؟ أنا بعرف أكتبها س، أول حرف نطقته حرف السين، سما حرف الميم، سمك حرف الكاف، سمكة والهواء اللي طالع من بقي ده تاء مربوطة، يبقى سين ميم كاف تاء مربوطة، كلمة سمكة. يا ترى الصورة اللي عندي صورة ايه التانية؟ صورة فراشة. فراشة، يا ترى كلمة فراشة بتتكتب ازاي؟ يلا نشوف فيلم لصديقنا. فا يبقى حرف الفاء، را يبقى حرف الراء، فرا مديت كده يبقى مد ألف، وطبعا الراء مش هتمسك في ايد الالف، والالف كمان مش هتمسك في ايد الشين. فراش حرف الشين، فراشه تاء مربوطه. هسترجعها تاني معاكم، فا يبقى فاء، را را مد الف، فراش حرف الشين، فراشه تاء مربوطه، فا را مد الف شين تاء مربوطه، فراشه. عندي صوره كمان، صوره ابره. يلا نستحق مع بعض. ابره، ابره، الف ب ر ت مربوطة، إبرة. وآخر صورة عندي صورة بطة، ب ط ت مربوطة، بطة. يبقى الكلمات اللي موجودة عندي سمكة، فراشة، إبرة، بطة. طب أنا كمان هقولك دلوقتي قصة حرف الجيم يا خوخة، يلا تعالي اسمعيها معايا. ذهب جلال وجليلة لزيارة الجد والجدة، حمل جلال جوزا وجزرا للجدة، وحملت جميلة جبنا لذيذا للجد. قال الجد والجدة أهلا جلال وجميلة. طبعا القصة بتاعتنا فيها كلمات بتحتوي على حرف الجيم، زي كلمة إيه؟ جلال، جليلة، الجد، الجدة، جلال، جوزا، جزرا للجدة، جميلة، جبنا للجد، الجد، الجدة، جليل، جميلة. يلا يا أصدقائي، طريقة كتابة حرف الجيم. طبعا احنا اخدنا طريقة كتابة حرف الجيم في كيجي 1، لكن دلوقتي لازم برضو أأكد عليكم ان انا هكتب في اللغة العربية من اليمين الى اليسار. جيم، طبعا بعمل شرطة فوق السطر بتاعي واعمل ايه البطن بتاعتها. جيم 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 جيم. عرفنا ازاي بتتكتب؟ شاطرين. يلا بينا يا اصدقائي كمان نشوفوا اشكال الحرف. اشكال الحرف، اول الكلمة، وسط الكلمة، واخر الكلمة. اول الكلمة الحرف مادد ايده يمسك حرف، خلاص يا اصدقائي. وسط الكلمة الحرف بيبقى واقف يمسك حرف واحد بس، ويا اما بيبقى الحرف واقف وسط الكلمه مادد ايده يمين ويسار يمسك حرف. تعالوا نشوفه في اخر الكلمه. في اخر الكلمه بيمد ايده للي قبله او ما بيمدهوش على حسب الايه الكلمه. يعني لو قبلي حرف من الحروف النافره اللي مش بتمسك، الالف او الدال او الذال او الراء او الزاي او الواو، الست حروف اللي احنا عارفينهم، طبعا ما بيردوش يمسكوا في اللي بعديهم فبيقف بالشكل ده. طب لو قبلي حرف بيمسك بيمد ايده يمسك فيه فبيطلع منه شرطه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. يلا بينا يا أصدقائي أصوات حرف الجيم. أنا عارفة أن أنا عندي أربع فصول من فصول السنة، صيف وشتاء وخريف وربيع. أنا عندي فصل الصيف حرف الجيم، الآن هروح أتفسح. حرف فصل الصيف حرارة الشمس بتكون شديدة الحرارة. وقال أنا وأنا رايح هلبس القبعة بتاعتي، يا ترى القبعة اسمها إيه؟ اسمها فتحة. يا ترى الحرف بتاعي هينطق إيه؟ جيم فتحة جي، جيم فتحة جي. جرب بسرعة بسرعة بسرعة. حرف الجيم، قال انا تعبت بقى من الشمس، هروح
فصل الشتاء وهيروح يتزلج على الزلاج. هو بيتزلج على الزلاجة لقى حاجة غريبة وقع، ولما وقع حصلت حاجة غريبة، لقينا الشرطة تحت الحرف الجيم. يا ترى هي بتقع تحت حرف الجيم بس؟ تحت أي حرف يا ترى اسمها إيه؟ جيم. وبعد كده روح لفصل الخريف. فصل الخريف بيطير الطيارة بتاعته مع صوت الهواء اللي بيعمل إيه؟ ووو بالمنظر ده. وإيه اللي بيناسبه؟ الضمة. يلا هنضم بقنا وهنقول جو. يلا كمان مرة جو. وبعد فصل الخريف روح لفصل الربيع اللي الشمس فيه جميلة والجو معتدل وسكون وهدوء وقاعد يستمتع بالجو الساكن الجميل. هنحط على إيه؟ عليه سكون. السكون دايرة فوق الحرف. هنقرأ إيه بقى؟ مش هينفع نقرأ لوحده، لازم أحط له قبليه حرف. هقول إيه؟ أج أج ج جي جو أج. ودلوقتي هناخد الحركات القصيرة لحرف الجيم. ج ادي الفتحة بتاعتي ايه، بحط ايه؟ ايدي فوق راسي جي. طيب في الكسرة بحط ايدي عند ايه؟ صدري كده تحت رأسي جي جي. طب في الضمة بضم ايديا وبقفلها بالمنظر ده ونضم بقنا واحنا بننطق الحرف جو جو. وفي السكون بوقف ايدي بالمنظر دوت كده اج اج جي جي جو اج. وما تنسوش اصدقائي الاشارات اللي اصدقائي عاملينها تعملوا زيها. حرف الجيم فتحه، جيم فتحه ج. تعالوا نشوفوا: جزر، جمل، جرس، جبل، جوافه. كمان مره معايا: جزر، جرس، جبل، جوافه، جمل. جيم كسرة جي، جمال، جبال، جسر. الجيم كسرة جي، جمال، جبال، جسر. جيم ضمة جو، جبن، جندي. الجيم ضمة جو، جبن، جندي. جيم سكون اج، عجل، رجل. جيم سكون اج، عجل، رجل. شاطر يا كركور، برافو عليك. دلوقتي بقى الصوره اللي عندنا دي صوره جمل. يا ترى هكتب كلمه جمل ازاي؟ انا عارف ان انا باللغه العربيه بكتب من اليمين الى اليسار، وهكتب على السطر ج ج ج. صوت حرف ايه ده؟ الجيم عليه فتحه ج. وبعدين مم ميم جمل، لا لا حرف اللام. برافو عليك. جيم ميم لام جمل. كمان مرة كمان يا أصدقائي معايا: جيم ميم لام جمل. الجيم على السطر والميم كمان على السطر، لكن اللام هتنزل شوية تحت السطر. جيم ميم لام جمل. برافو عليك يا كركور. ودلوقتي هناخد الجيم قصرة جي، جسر. صورة ايه دي؟ جسر. نكتب بقى مع بعض: جي يبقى جيم تحتيها قصرة، جس حرف السين بيطلع من بين سناني ليه ثلاث سنون، جسر ر ر حرف الراء، يبقى جيم هتمد ده للسين والسين هتمد ده للراء، جيم سين راء جسر. كمان مرة معايا يا اصدقائي، السطر عندنا موجود وانا عارفة ان انا بكتب من اليمين الى اليسار في اللغة العربية. الجيم على السطر هتمد ايديها، هتمسك حرف السين وبعدين حرف الراء. كمان مره كمان يا اصدقائي معايا: جيم سين راء جسر. ما تنساش يا كركور انا بكتب في اللغه العربيه منين لمنين؟ من اليمين الى اليسار، وبكتب الحروف بتاعتي على السطر، لكن كمان في حروف بتبقى نازله على السطر. يلا قول لي كده كلمه جسر. حرف الجيم ماشي على السطر، وحرف السين ماشي على السطر، وحرف الراء بينزل تحت السطر. برافو عليك يا كركور. يلا نشوفه مع بعض كلمة كمان. صورة ايه دي يا ترى؟ جبن. يلا نشوفه مع بعض. السطر بتاعنا جيم ب نون جبن. كمان مرة كمان معايا اصدقائي: جو جيم عليها ضمة ب نون جبن. يلا نشوف كركور صاحبنا مذاكر ولا مش مذاكر. جبن جيم ب نون جبن. صورة ايه دي؟
رجل السطر بتاعي الراء واقفه لوحدها مش ماسكه في اللي قبلها ولا اللي بعدها عشان الراء من الحروف النافره. جيم لام راء جيم لام رجل. كمان مره معايا راء جيم لام رجل. بص كانك انا اصدقائي معايا السطر عندي موجود الراء نازله عن السطر شويه الجيم موجوده على السطر اللام العصايه على اول السطر وبعد كده هتنزل تحت السطر شويه راء جيم لام رجل. راء جيم لام رجل والجيم طبعا عليها ايه سكون رجل. هنا يا اصدقائي السؤال بتاعنا هشوف بقى كركور هيعرف يحل ولا لا. حدد الحرف المناسب. مستعد يا كركور؟ طبعا مستعد يا خوخة. اول سؤال معايا دي صورة ايه؟ صورة جرس. جرس نختار جيم فتحة ولا جيم كسرة ولا جيم مضمة جي ولا جي ولا جو؟ هنختار جي. فتحت بقي جيم فتحة جرس. جيم فتحة جرس. الصورة كمان اللي عندي دي صورة جبن. جيم ضمة جو جبن. يا ترى هختار فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ هختار الضمة. جو جبن جو جبن. شاطر يا كركور انت مذاكر النهاردة برافو عليك. صورة ايه دي يا ترى؟ جسر. يا ترى هختار فتحة ولا كسرة ولا ضمة يا كركور؟ انا قلت ايه جسر جي جي كسرت بقي يبقى اختار الكسرة. جي جسر جي جسر. عندي الصورة كمان الرابعة اللي موجودة عندنا صورة جزر. يا ترى هختار فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ هختار الفتحة. جي جزر جي جزر. برافو عليك. جرز جبن جسر جزر. حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع. طبعا احنا عارفين لما باجي أحلل إلى مقاطع هقول الأغنية بتاعتنا قطع 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 كل حرف في مقطع والساكن واللي قبله والمد مع الممدود والمتحرك لوحده. يلا نشوفه مع بعض كركور كده. دي كلمة ايه؟ ريشة. هجري بسرعة. يا ترى ريشة فيها مد بالالف ولا مد بالياء ولا مد بالواو يا كركور؟ ريشة فيها مد بالياء والمد هيقف مع الممدود يبقى هنختار الراء مع الياء. ري والشين طبعا متحركة عليها فتحة. شا والتاء تقف لوحدها. ري شا تو. ري شا تو. دي كلمة كمان كلمة جسر. اذا انا هبص بيها كويس قوي. دي عليها ايه؟ عليها سكون والميس قايله لي ان الساكن واللي قبله يبقى الجيم والسين مع بعض في مقطع والراء لوحدها. طب كلمه اسد يا ترى ما فيهاش اي حاجه هتتحلل لوحدها؟ شوف انت كده بقى يا كركوره. هي كل حرف هيقف لوحده. ا يبقى تقف لوحدها. س هتقف لوحدها. د هتقف لوحدها وهنقولها ا س د. عندي اخر كلمه كلمه تمساح. كلمه تمساح دي صعبه. يا ترى هنعرف نحلها يا كركور؟ انت تحل حبه وانا احل حبه ماشي؟ لا دي سهله خالص. انا دلوقتي خبطت على الكلمه بتاعتي وسالتها انت يا كلمه عندك حرف ساكن؟ لقيت عندها حرف الميم. حرف الميم ساكن. وعارفه كمان انا خبطت لقيت عندها ايه؟ لقيت عندها مد بالالف. واحنا كنا تلميس ايلينا اللي انا الساكن واللي قبله والمد مع الممدود يبقى هاخد الت والميم مع بعض في مقطع تم وبعد كده ناخد السين والمد بالالف مع بعض. س والحاء هتقف لوحدها هتبقى تم ساحو. تم ساحو. شاطر يا كركور برافو عليك. اقرأ وصل الأصوات لتكون الكلمات ثم صلها بالصور. يترك الصور اللي عندي صور ايه؟ جبن جمل جسر. وعندي كلمات وعطيني حروف وعايزني اوصلها. دي كلمة ايه يا ترى؟ كلمة ايه؟ جبن. ناقصها ايه؟ ناقص فيها حرف النون فهكمل الكلمة بتاعتي واوصلها بكلمة جبن. جبن. وهجري بسرعة بسرعة اوصلها بكلمة جبن. الكلمة التانية اللي عندي جسر. ناقصها ايه؟ ناقصها حرف الراء. هوصلها بيها بسرعة وهجري بسرعة بسرعة اوصلها بصورة الجسر. اخر كلمة موجودة عندي جمل. ناقصها حرف ايه؟ حرف اللام. وهجري بسرعة بسرعة اوصلها بصورة الجمل. جبن جسر جمل. والسؤال بتاعي دلوقتي اكمل الحرف الاخير. تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة؟ اول حرف عندي حرف التاء المفتوحة وبعد كده تاء مربوطة منفصلة وفي تاء مربوطة متصلة. انا عندي الكلمة دي كلمة ايه؟ بنت. بنت نطقت التاء اهو يبقى تاء ايه؟ مفتوحة. بنت. الكلمة التانية ان عندي كلمة دجاجة. يا ترى فيها ايه؟ مد ايديها تمسك حرف
هتمسك حرف ايه يا ترى؟ التاء المربوطه المتصله ولا التاء المربوطه المنفصله؟ لا هتمسك التاء المربوطه المتصله. دجاجه. اخر وكلمه كمان عندي توت. توت يا ترى هتمسك ايه؟ تاء مفتوحه ولا تاء مربوطه متصله ولا منفصله؟ هتمسك التاء المفتوحه. ودي كلمه ايه؟ شجره. شجره الهواء اللي بيطلع ده تاء مربوطه، وانا الراء عندي زيت ما بتمسكش في اللي بعدها، فهكتب التاء المربوطه المنفصله دايره وعليها نقطتين شجره. ودي كلمه ايه؟ حوت. حوت نطقت التاء اهو، بدل نطقت التاء هحطها تاء ايه؟ مفتوحه وطبق عليه نقطتين. اخر كلمه عندي كلمه سمكه. طالع مني هوا اهو سمكه، الهوا اللي طالع ده اسمه تاء مربوطه. طب الكاف ماده قد ايه يا ترى؟ هتمسك تاء مربوطه متصله ولا منفصله؟ هتمسك تاء مربوطه متصله. هنقرا الكلمات معانا: بنت، دجاجه، توت، شجره، حوت، سمكه. شجره العائله بقى بتاعتنا افراد اسرتنا. يا ترى اسرتك بتتكون من مين؟ هنا بيطلب مننا ارسم افراد عائلتك. ارسم افراد عائلتك. يلا نشوف كده. بابا وماما، ادي كلمه ابي نرسم بابا يلا، وكلمه امي هنرسم ايه؟ ماما. جدي، جدتي، جدي، جدتي. وبعد كده ادي صوره اهو عمي وعمتي، وفي صوره انا واختي واخي. انا هرسم نفسي اهو انا، وبعد كده ليا اخت صغننه رسمتها واخويا كمان رسمته، يبقى انا اختي اخي. انا اختي اخي. عندي كمان عمي عمتي خالي خالتي. تعالوا كده يا ولاد مع بعض نشوف شجره العائله: ابي امي جدي جدتي، انا اختي اخي، عمي عمتي، خالي خالتي. ودلوقتي معنا مع الشاطرين في البيت قطار الشطار، المسابقة اللي احنا بنعملها مع كل فيديو. يلا بينا عشان نشوف السؤال بتاعنا ونجاوب ونبعته مع بعض. اكتب الحرف الناقص بحركته. اكتب الحرف الناقص بحركته. دي صورة جمل وناقص منها حرف، وصورة جبن ناقص منها حرف، ودي صورة جسر ناقص منها حرف، وصورة سور ناقص منها حرف. يلا شاطرين في البيت يبعتوا لنا اجاباتهم، وفي انتظار الاجابة بتاعتهم. وإلى اللقاء حبايبي الحلوين في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.